في كل يوم وحتى في كل ساعة بنقترب فيها من موعد الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر. جلسين نحن طبعا بنشهد تطورات وتصعيد بين المرشحين دونالد ترامب وكمالا هاريس. واليوم ما حتكلم عن الاتهامات والألقاب اللي كل واحد فيهم بيطلقها على الثاني ولا عن استطلاعات الرأي اللي بتظهر تفوق أحدهم على الآخر. أنا حتكلم عن أسلوب كل مرشح مع الصحافة وتعاملهم مع المقابلات الإعلامية. الفترة الماضية شفنا انتقادات لترامب من بعد رفضه أنه يطلع في برنامج 60 مينتس على قناة سي بي اس، وأنه جالس يعني بميل لتجنب المقابلات الصعبة وبيفضل التحدث مع شبكات اليمين ومستخدمي منصة يوتيوب. وعلى الرغم من هذه الانتقادات إلا أنه في كثير ناس بيشوفوا أنه ترامب أكثر انفتاحاً من الناحية الإعلامية من منافسته هاريس اللي من أول ترشحها بتتجنب الصحافة وبترفض المقابلات الصحفية. واليوم تعزز هذا الكلام من بعد إعلان مالك ورئيس مجلة تايم مارك بينوف رفضها لإجراء مقابلة، وكتب في بوست أنه على الرغم من الطلبات الكثيرة والمتعددة من هاريس على أنها تجري مقابلة مع المجلة، وأنه ترامب والرئيس الحالي جو بايدن عملوا مقابلات مدتها 90 دقيقة مع المجلة، بس هاريس رفضت أنها تعمل المقابلة على عكس كل مرشح آخر. وما ننسى أنه مجلة تايم كانت أول من نشر بوستر ترشحها من بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بعد مناظرته الكارثية، ونشروا صورة مرسومة لها كمان على يعني صفحتهم غلافهم اللي سموها وقتها هير مومنت. بس هذا وقتها يعني لهاريس، بس يبدو أنه هاريس وحسب كثير يعني من الخبراء قلقة من المقابلات اللي حتتكلم فيها عن رؤيتها السياسية بوضوح، واللي ما بتخضع لأي تعديل أو مونتاج، وبتشيل هم أي مقابلة يتم نشرها كاملة مثل ما يحدث في مجلة تايم. ومن أبرز الاتهامات لهاريس عموما أنه ما عندها خطط واضحة وكلامها عام، والمقابلات اللي عملتها للآن معظمهم انتقدت عليهم، وآخرها مقابلتها في برنامج 60 مينتس اللي أكثر شافوها الصراحة كارثية. والمقابلة أكيد طبعا ما عجبت منافسها ترامب، فقال إنه هاريس بحاجة لاجتياز اختبار لقدراتها المعرفية والمرونة، وقال إنه هاريس كانت خمولة وبطيئة، وتكلم عن إجاباتها في البرنامج اللي وصفها بالمجنونة وما بتتعلق بالأسئلة، وقال إنه الشبكة استبدلت إجاباتها وإنه يعني عدلتها وزبطتها بشكل غير قانوني ولا أخلاقي علشان يحموها. وترامب اليوم شان حرب كمان على قناته المفضلة سابقا يعني فوكس نيوز من بعد الإعلان عن مقابلة حتعملها مع هاريس بكرة، وحيحاورها المذيع نيل كافوتو، اللي قال ترامب أنه هاريس اختارت هذا المذيع لأنه عادل ومتوازن ولأنه لطيف، وقال أنه فوكس نيوز صارت ضعيفة ومتهاونة مع الديمقراطيين. ورجع كتب في بوست ثاني أنه المذيع اللي حيحاور هاريس عنده واحد من أسوأ البرامج التلفزيونية ومن الأسوأ تصنيفا على فوكس نيوز، وقال إنه حتى صحفيي قناة سي إن إن المزيفة أفضل منه. يعني إحنا معانا من لوس أنجلوس الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية كريستينا هيلي. أهلا فيك معانا كريستينا. يعني خلينا نقول إنه إذا نبتدئ من موضوع هاريس، الناس تفاجأت يعني خلص يمكن الناس كلها تفهمت إنه هاريس صارت بتهرب من المقابلات، لكن الناس تفاجأت من إنه مجلة تايم قررت فضح هاريس على يعني وما دارت على هذا الموضوع. يجب أن ننظر إلى كل شيء بشكل عام. لا تقتبسوني، كان لديها حوالي 54 يوما فقط لسباق الرئاسة، والجزء المهم هو الحصول على الأصوات. للأسف فمجلة مثل تايم لديها متابعة ديمقراطية قوية، وهي يجب أن تكون على الأرض، ومثلا بايدن لم يكن على الأرض يخاطب الشعب، هي عليها فعل ذلك. وأنا كنت أضحك بينما كنت أسمع المقدمة، ولكن الأمر مضحك مهما كان رأينا بين المرشحين. فترامب الآن بدأ ينقلب ضد فوكس نيوز ويقول كاملا يجب أن تجري مقابلات أكثر، وقالت نعم وافقت وذهبت على الشبكة المعارضة لها وستفعل مقابلة وتقدم مقابلة الليلة. إذن هي لا تختار الأماكن الآمنة فحسب. من وجهة نظري بإمكانها فعل أشياء أكثر للحصول على الأصوات،
لا تكون شبكات إعلامية كبيرة أو مثلا البودكاست أو غيرها، ولكن هنالك نقاشات أيضا بينها وبين جو روغن، وهو أكثر المحافظين والمدافعين عن الرجولة في أمريكا، ولديه متابعة حوالي 80% من الرجال أصحاب البشرة البيضاء. إذن هي تجري مقابلات، وفي نفس الوقت ليس لديها ما يكفي من الوقت لشن حملتها وكذلك إجراء المقابلات التي يرغب بها الجميع. وللأسف هنالك معايير مزدوجة. هذه المرأة لديها 5 خطط مختلفة وواضحة، ومع ذلك يقولون نريد أن نسمع المزيد عن خططها. لا بأس بذلك، ولكن في نفس الوقت لا نسمع تطبيق نفس المعايير عن ترامب. فمهما كان رأينا أي من المرشحين، فنستطيع أن نتفق بأنهم ربما نستطيع أن نحكم على كليهما بنفس الميزان. أوكي. طيب خليني أكون في هذه الحالة the devil's advocate أو محامي الشيطان في هذه الحالة، وأعرض لك وجهة النظر الأخرى. يعني صحيح كلام ترامب، هي اختارت واحد من أكثر الحمائم يعني في قناة فوكس، ما راحت مع أحد من اللي هم حيكونوا شديدين عليها. مقابلتها مع صاحب البودكاست الشهير جو روغن ليست أكيدة يعني، وأنا عندي شكوك إنها ستقوم بها بسبب أسلوب جو روغن. ففي هذه الحالة يعني نحن بنتكلم إنه فعليا لا، هي يعني بتتجنب نوعا ما وسائل الإعلام اللي مخالفة لها، وهي أنت بتقولي إنه هي يعني عرضت وجهة نظرها أو خططها أو ما إلى ذلك. حقيقة كلنا شفنا مقابلة 60 minutes، الأسئلة كانت في ناحية وإجاباتها كانت في ناحية، ما كان عندها وضوح، وكثير ناس انتقدوا إنه ليش كمالا هاريس ما بتجلس مع فريقها وبيحطوا خططهم أو ردودهم على أبرز هذه النقاط. لا أعتقد بأن هنالك أي نكران أنها يجب أن هناك خطوط أكبر للخطط، ولأي رئيس الولايات المتحدة أتمنى أن يطرح كل واحد منها خطط واضحة. مرة أخرى كان لدينا سلسلة من الأحداث المؤسفة، شئنا أم أبينا كديمقراطيين هي التي أصبحت مرشحتنا وخلال فترة قصيرة جدا من الزمن. نعم هنالك جدل قائم أنها يجب أن تتحدث أكثر مع الإعلام، ولكن لست متأكدة أي نوع من الشبكات التي تؤيد الجمهوريين التي تنتقد لعدم إجراء مقابلات مع اليسار الأقصى أو الإعلام الليبرالي، ولكن حملتها قالت أنهم يخرجون فقط على الشبكات التي تدقق المعلومات، وهنالك عدة برامج على فوكس نيوز ويونغ توركس وغيرهم من القنوات الليبرالية التي الكثيرون يعتبرونها غير دقيقة. مع ذلك فأنا أتفهم ما يرغب به الجميع ويرغبون بسماع المزيد، ولكن في نفس الوقت في كل مرة لا نفهم ما يقوله دونالد ترامب، ويقول أنه فقط سلطة كلمات وكل شيء سيتوضح لاحقا، وللأسف ليس هذا هو الحال معه. والجانب الآخر ربما لأنها امرأة أو لا أعرف ما هو السبب، ربما لا يؤيدون هذا الكلام ويقولون لدينا بعض الثقة فيها وسنرى ما يحصل. هذا هو الأمر المثير بالنسبة لي. دونالد ترامب ليلة أمس أجرى مقابلة مع فوكس نيوز ودعميه، وخرج وقالوا يا ليته أجاب عن الأسئلة. هنالك فيديوهات في كل مكان وهو يرقص على المسرح وأغنية YMCA لمدة 20 دقيقة في اجتماع أو تاون هول. فلو فعلت كامالا هاريس ذلك لكنا نتحدث عن هذا الأمر الآن. مرة أخرى هنالك انتقادات صالحة يحق أو محقة في الجانبين، ولكن يجب أن نناقش الاثنين معا. نعم شكرا لك على هذه المداخلة، كانت معنا من لوس أنجلوس الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية كريستينا هيلي، شكرا لك.